من المعروف أن درجة حرارة الجسم الطبيعية تخضع لعدة عوامل، منها درجة الحرارة المحيطة ودرجة النشاط والحركة، فضلاً عن اختلاف طريقة القياس التي يمكن أن تحدث فرقاً طفيفاً بين كل طريقة وأخرى. بالنسبة لمعدل درجة حرارة الجسم للشخص البالغ فهي تتراوح بين 36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، وبالنسبة للرضع والأطفال تتراوح درجة الحرارة المثالية لهم بين 36.6 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية. يعرف انخفاض الحرارة بأنه هبوط درجة حرارة الجسم التي يتم قياسها عن طريق الفتحة الشرجية إلى ما دون 35 درجة مئوية. وتبعا لتصنيف منظمة الصحة العالمية فإن هناك ثلاثة أنواع من انخفاض درجة الحرارة. النوع الأول يكون هناك انخفاض طفيف وفيه تتراوح درجة الحرارة بين 36.4 و 36 درجة مئوية، والنوع الثاني يكون هناك انخفاض متوسط وفيه تتراوح درجة الحرارة بين 35.9 و 32 درجة مئوية، والنوع الأخير ويكون هناك انخفاض شديد وهو الذي تقل فيه درجة حرارة الجسم عن 32 درجة مئوية، وتختلف حدة الأعراض تبعا لكل نوع. وعندما تنخفض درجة حرارة الجسم فإن القلب والجهاز العصبي والأعضاء الأخرى لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي، وانخفاضها يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كامل في القلب والجهاز التنفسي وإلى الموت أحيانا. وغالبا ما يحدث انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب التعرض للطقس البارد أو الماء البارد، والعلاج الأول لذلك هو تدفئة الجسم حتى يصل إلى درجة الحرارة العادية. إذا فقد جسمك الكثير من الحرارة فقد يكون الأمر خطيرا جدا أو حتى مميتا. قد تفكر في انخفاض درجة الحرارة على أنه شيء يحدث فقط عندما تتعرض لطقس شديد البرودة لفترة طويلة، ولكنه يحدث في الداخل أيضا. انخفاض حرارة الجسم هو مصدر قلق خاصة لحديث الولادة وكبار السن. قد لا يجيد الأطفال تنظيم درجة حرارتهم ويمكنهم فقدان الحرارة بسرعة، فمن المهم الحفاظ على تدفئتهم. ويمكن أن يكافح كبار السن أيضا للحفاظ على درجة حرارة أجسامهم في نطاق طبيعي إذا كانوا في مكان ما به تكييف هواء شديد أو لا توجد حرارة كافية. بالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم المنخفضة علامة على أنهم مرضى.